السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب، قناة ساينس ويب المختصة في مجال التداول بالعملات الرقمية. في هذه الحلقة سنتحدث على اتجاه سعر البيتكوين، هل ظهرت السلبية، هل انتهت مرحلة التصحيح، هل لازال البيتكوين سيتجاوز $20,000 كما كنا قد قلنا مسبقا. كل هذا سنحاول إجابة عليه في هذه الحلقة، وسنتحدث على بعض العملات التي طرحتموها لأكثر من مرة، خصوصا التساؤلات الكثيرة التي تطرح كثيرا على عملة XRP. يعني أكثر من فيديو وضعناه منذ فترة طويلة، وكنا نقول لكم دائما لا داعي لكي تضيعوا أموالكم ووقتكم في عملة XRP. سنتحدث عليها في هذا الحلقة. أول شيء نأخذ إطلالة لسعر البيتكوين. لو رأينا الاتجاه الخاص بالبيتكوين سنرى أنه اتجاه صاعد، لديه قاع أصغر من قاع وقمة أكبر من قمة. لو نعود إلى حدود عندما انخفض البيتكوين إلى حدود $3,700، هنا كان دائما يصل إلى هذه الحدود كما ترون، كان لديه يعني قمة أكبر من قمة، ولكن كان يصل إلى هذه الأسعار يحدث انخفاض تكون سلبية. لاحظ معي هنا، هنا مرة أخرى، هنا مرة أخرى، هنا قام باختراق هذا الترند الصاعد. عندما قام باختراقه وصل إلى حدود تقريبا $10,000. عندما انخفض البيتكوين انخفض إلى حدود $8,100، انخفض إلى ذلك الترند الذي كونه الترند الصاعد. هنا من يعني 3,700 بقى يحترم هذا الترند. لاحظ معي هنا انخفض مرة أخرى إلى 8,100، هنا انخفض مرة أخرى، لاحظ معي هنا يحترمه بشكل جيد كما ترون هنا 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 هنا. لو رأينا يعني هذا الفريم الخاص، الفريم اليومي، لو رأينا يعني في الأيام القليلة الماضية أيضا احترم هذا الترند الصاعد كما ترون، يعني منذ تقريبا يوم واحد أيضا قام باختبار هذا الترند الصاعد واحترمه. لو أخذنا خاص بالأربع ساعات لكي تتضح لنا الصورة أكثر، هو الترند الذي شكله البيتكوين عندما انخفض إلى $3,700، لازال يحترم هذا الترند، وكلما وصل إلى هذه النقاط يرتفع. اليوم وصل إلى حدود كما ترون تقريبا $10,100، ظهرت الإيجابية. هنا لاحظ كم مرة احترمه، يعني تقريبا 3 مرات. لو عدنا إلى الوراء لاحظ هنا احترام واضح لهذا الترند الصاعد كما ترون. هنا لاحظ معي كم مرة قام بالانخفاض إلى هذه الأسعار واحترم هذا الترند الذي شكله عندما انخفض البيتكوين إلى حدود، يعني لو رأينا هنا احترام واضح لهذا الترند الصاعد كما ترون، يعني أقول أكثر من 7 مرات قام باختبار هذا الترند وأكده أكثر من مرة. حاليا لو عدنا لكي نرى سعر البيتكوين إلى أي حد الآن، في حدود $10,730، يعني ما دام يحترم هذا الترند الصاعد فهو بخير. السيناريو الأسوأ هو إذا قام بتكسير هذا الترند الصاعد، يعني وحتى نقاط $10,000 هي نقاط إيجابية. يعني كنا قد تحدثنا على هذا الأمر مسبقا، قلنا إذا استمر البيتكوين ما فوق $10,000 فهذا أمر جيد وهذا أمر إيجابي. الشيء الثاني هو هذا الترند الصاعد، يعني حاليا كلما ارتفع البيتكوين يرتفع معه هذا الترند. يعني الآن إذا قام بتكسير $10,100 انخفض إلى حدود $10,000 أو $9,900 وأقفل تحت هذا الترند، فهنا سنتحدث على الانخفاض القادم. في الحلقة السابقة كنا قد تحدثنا على حالة السوق بما يقع من أخبار سياسية، بما يحصل في العالم حاليا مع أزمة الكورونا والانتخابات الرئاسية. دائما عندما تكون انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية
يحدث تقلبات كبيرة في أسعار البيتكوين، هذا تعودنا على رؤيته مع الوقت، وهذا السيناريو تكرر كلما كانت يعني انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء يعرف ارتفاع قوي أو انخفاض قوي. حاليا يظهر البيتكوين الإيجابي، لا زال يحترم هذا الترند الصاعد، إذن لا زال في حالة جيدة، لا زالت حالة السوق جيدة. السيناريو الأسوأ هو تكسير هذا الترند وتكسير النقاط $10,000. حالة البيتكوين حاليا هي حالة جيدة، إذا بقى فوق الـ10,000 فهذا إيجابي جدا، إذا وقع الشورت تحت الـ10,000 وأقفل تحت الـ10,000 فهنا السيناريو السيء. نقفل الحديث على البيتكوين ونتحدث على عملة الإكس آر بي. عملة الإكس آر بي كنا قد تحدثنا عليها مرارا وتكرارا، يعني منذ تقريبا من سنة 2017 عندما ارتفعت إلى حدود $5، قلنا لكم لا أحد يستثمر في عملة الريبل. انخفضت إلى $3، نفس الكلام، $1 نفس الكلام. هناك من يقول لا عملة قوية، عملة الـ XRP. يعني تحدث أنت مع نفسك، أنت مستثمر في عملة الـ XRP، ماذا قدمت لك هذه العملة منذ استثمارك في عملة الـ XRP؟ كل العملات عادت للارتفاع ما عدا عملة الـ XRP والعملات الكلاسيكية. السبب الرئيسي هو صاحب عملة الـ XRP يقوم ببيع يوميا تقريبا 1,000,000 وحدة عملة XRP. السبلاي الخاص بالـ XRP هو كبير جدا، العملة لا تستعمل بتاتا. الشركات التي تقوم بعملها مع البنوك هي شركات تقنية، لا تدخل بها العملة، يعني التوكن الخاص بالريبل، العملة الخاصة بالريبل لا يستعمل. الشركة التي توقع مع المونيغرام يقومون بتجربة شبكة الـ XRP، الـ XRAP. مثلا حاليا نشتغل في البنوك بالسويفت، الريبل شبكته هي الـ XRAP. البنوك تأخذ هذه التقنيات الخاصة بالشبكة، لا تأخذ التوكن. التوكن الخاص بالـ XRP لا يعدن، لا هناك ستيكين، لا هنا ديفاي، لا شيء من هذا القبيل. العملة فقط يتداولون عليها في المنصات، ممكن أن نأخذها كشكل سهم، ولكن هكذا اسأل نفسك ماذا قدمت لك هذه العملة. كل العملات تقريبا أعطت أرباح، الكثير من المستثمرين حققوا أرباح إلا أصحاب عملة الـ XRP وأصحاب العملات الكلاسيكية. العيب في هذه العملات أنها لم تطور نفسها، كل العملات الآن بدأت بالاشتغال في الديفاي، جلبت الأوريكل، هناك الكثير الكثير من التقنيات الجديدة التي أتت، لم يتطوروا، لم يواكبوا هذا المجال. فلو قارنا بعض العملات واكبت هذا المجال، الاثريوم دائما يواكب المجال، يعني الاثريوم دائما نقول لكم ان الاثريوم ارضيه واسعه، الاثريوم فوقه الكثير الكثير من المشاريع، من ابرزهم اللينك. اللينك حاليا ليست لديها بلوك تشين، ولكن تشتغل على الاثريوم، تشتغل الاوراكل على الاثريوم. هناك الكثير من العملات القويه المعروفه التي تجلب أموال لهذا المجال. أولا هو مجال مالي، هناك من العملات التي لديها مشاريع بعيدة على هذا المجال، مثل الذكاء الاصطناعي أو المعادن أو استخراج الماء أو الطاقة، يعني بعض المجالات التي تكون يعني بدون اهتمام من المستثمرين. لذلك خليك على العملات التي تشتغل في الفاينانس، التي تشتغل مثلا في التحويلات المالية، لديها بلوك تشين آمنة، تشتغل في أمان تطبيقات، هكذا. خليك على الأرضية التي أنشئت عليها كل هذه العملات. هناك الكثير من المشاريع صراحة. XRP عملة ما يعني مضخمة كثيرا، ماركت كاب الخاصة بها 11 مليار، ما يروج 45 مليار، تنتظرك أكثر من 55 مليار وحدة عملة XRP ستخرج للبيع. يعني صاحب العملة كل يوم يبيع 1,000,000 وحدة عملة XRP. أكبر المستثمرين الذين كانوا يمدحون ريبل وكانوا من المستثمرين الخاصين بهذه العملة، يعني نفد صبرهم، الكل قام ببيع
العملة الخاصة به. لذلك أخي إذا كنت مستثمر في الإكس آر بي فيجب عليك أن تراجع أوراقك. هكذا أريد أن تسأل نفسك ماذا قدمت لك الإكس آر بي. خلي العواطف جانبا، خلي الحب الخاص بأي عملة جانبا. الكل أصبحت بعض الأشياء التي تؤثر على نفسية المستثمر، أصبح يحب العملة، يعني يتابع أخبارهم، يدافع عليهم. هناك بعض الأشخاص الذين يتحدثون معك يقول لك أن المشروع به بعض المشاكل، المشروع يبيعون التوكن الخاص بهم. أنت تدافع، ليس تدافع بمعلومات بحثت عليها، لا، تدافع كأنك مستثمر وكأنك صاحب عملة. أنت فقط دخلت إلى هذا المجال لكي تربح الأموال، يعني تأخذ ربحك، لا تتعلق بأي عملة كما كان النوع. كل العملات تقريبا انخفضت، الفيتش وصلت إلى حدود 1500 ساتوشي، الآن في 400 ساتوشي، عادت إلى الأسعار التي بدأت بها. كل العملات تقريبا ارتفعت وعادت إلى الأسعار التي بدأت بها. هناك ترويجات كثيرة على تويتر، يعني تكون مدفوعة من بعض الترايدر المعروفين وبعض الخبراء البلوك تشين، يأخذون أموال على ذلك الكلام. يقول لك مثلا، يقول لك عملة السويب ستذهب إلى $100 وهي في سعر $10 أو $5. يعني دائما دخلت إلى مشروع عملة أعطتك الربح، قم بالبيع وادخل إلى عملة لم ترتفع. هكذا الشغل. وفي بعض الأحيان يجب عليك الخروج من السوق. مثلا حققت صفقات عديدة، بارك الله لك في رزقك، حاول أن ترتاح، جمد رصيدك على الدولار ثم ارتاح، خد لك عطلة أو شاهد مباريات كرة القدم أو خرج مع عائلتك، يعني فعل الكثير من الأشياء. ليس بالضروري أن تبقى في السوق وتبقى يعني في ذلك ستريس، يعني حاول الخروج من هذا المجال، يعني خد لك عطلة أسبوع، أسبوعين، شهر، بدون أن تشتري أي عملة. هذا السوق لن يهرب، العملات دائما تبقى، لو ذهبت ستعود ستجد العملات كما هي أو انخفضت. لذلك الفرص دائما موجودة. هناك بعض الأشياء التي تؤثر أولا على نفسيتنا. أول شيء هي نفسيتك أنت كمستثمر. المهم، لا نود الإطالة عليكم في هذه الحلقة. لا تنسوا الاشتراك في القناة الأولى والقناة الثانية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.